حبوباتي الغزالات، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في قناتكم وقناتي سانا هوم طوكيو. احنا دابا في رحله الرجوع من عند اسيا، احنا راجعين لطوكيو، فقلت ولا بد ندير لكم هكا مادمت كنصور غادي نوري لكم كيفاش كانت الرجعه ديالتنا، واخا كانت طبيعيه عاديه ما بقينا غاديين وكنوقفوا في شي بلايصات وداكشي، كنحاول نوري لكم غير المناظر وصافي. بينا كنرجعوا استنى منا ما وصلت انت والله اللي سمعت بتشنت هنا البنات، رحنا كنموتوا بالضحك لان كنصور وبقيت غاديه مع التصوير، وانا حط لي نتوما رديتوا البال، كنحط لي الكاميرا فوق وجهه يقول لي راه ما بقيت كنشوف والو، بغيت نشد زعما البحر وانا نحط ليه الكاميرا فوق وجهه هو سايق. ايوا ضحكنا شويه وصافي. وهنايا صافي كندير لي زعما واحد المفاجاه، بغى يجيبني لهاد الاوتيل، قال لي مازال عندنا يومين ديال العطله، زعما كان قال لي يدير لي المفاجاه ديال عيد ميلاد ويجيبني لهنا ونباتو هنايا ونكملوا الطريق، وما كندير لا ريزيرفاسيون لا والو. قال زعما مع هاد الوباء وهذا الشيء راه ما كيكونش، كيكونوا زعما البلايص كاينين بزاف. ساعة ما لقيناش بلاصتنا غير ضربنا الطريق حتى لنص الجبل دخلنا. المهم خدا لي داك لو كادو اللي كنت وريت لكم مع المشتريات ديالي، تغدينا هنا ورجعنا كملنا الطريق للدار لان ما كاينه حتى شومبر وحده محلوله. هانتوما كيف ما غتشوفوا معايا لوتيل زوين بحال لوبرج زوين بزاف، ولكن كل شيء فول فول فول. صافي كيف ما كتشوفوا فيه مسكين راه رجع مصدوم قالوا لي ما كاينش فين تجلسوا، قال لي صافي غير غنتغداو هنا وغنمشيو. المهم هو الفكره انا ودار هاد المحاوله وما كانش قايل عليا، كون غير قال لي بعدا قبل كون درت انا لا ريزيرفاسيون راسي قال لك ولا راه غتكون الدنيا خاويه. المهم ما كسبتش هاد المره، حتى المره اخرى ان شاء الله. فمادمنا دابا دخلنا لهاد لوطيل، انا كنحاول غير نوري لكم الاجواء ديال لوطيل كيفاش داير، زوين 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 والله العظيم الا بقى فيها الحال علاش ما بتناش فيه. درت فيه بعدا دويره كيف ما قلت لكم هكا، هادي لا ريسبسيون ديالو، وطلعنا حتى الفوق حتى شفنا لي شومبر وداكشي باش نشوفوا غير لو سيستيم كيفاش داير. وهنايا في الهول في الدخله ديال الاوتيل كيكونوا دايرين هذا هو اللي كيديروا في راس العام، هما الناس لي زوروبيان ولا لي كريتيان كيديروا ديك الشجره، وهما هادشي اللي كيديروا هاد الروز. هادوك اللي التحتانيين بجوج راهم فيهم واحد الكميه كبيره ديال الروز، وكيحطوا فوق من هاد بحال الخبيزه، حتى هما مصايبين بالروز. هادشي هادي هي كتنفق منهم واحد الماندارينا، زعما اي دار يابانيه غتدخل ليها هذا هو الديكور اللي غتلقاهم دايرين في باب الدار ودايرينو حتى لداخل، عاداتهم وتقاليدهم وصافي. وبغيت نوريهم لكم فاش نشرى ليا مهدي. هذا واحد لاكرين ديال لوكور ولو سيل اللي كيدير في لادوش، وهادي حتى هي راه كديرها في الماء كتذوب، عرفتي الريحه ديالهم كتحمق. حتى وصل للدار نوريهم لكم. تيجوني ديجا I can't be sad with you. Just take my hand and fly. وانتما كيف ما كتشوفوا فيا راه قلت لكم قبيله عندنا شي ساعتين ونص ولا ثلاثه باش نوصلوا لطوكيو. حنا غاديين هنايا في الطريق، وقفنا في واحد البلايصه هنايا في واحد المنظر زويون. استراحة وصافي. هي هكا يبان البحر،
Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. Oh, that's وهنا لقينا هاد الناس كيديروا هنا الباراشوت. كنت نتمنى نديرو. قال لي راجلي لا 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 انا ما عنديش مع داك الشيء. قلت لي حرام عليك يلا غير نجربو ما بغاش. كيما تيدزنا انا واش ما عارفه سو تدير الباراشوت هنايا يا تمير بابا ها دابا اللي جينا ليها كاينه فيها واحد الموسيقى. سمع 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 ما عرفتش كتسمعوا ولا لا. هادي فاش كتمشي فيها بواحد السرعه معينه ديال 40 كيلومتر الساعه كتبدا دير واحد الموسيقى. غنحاولوا نرجعوا من الجهه الاخرى باش نسمعوا واحد الموسيقى واحده اخرى. من هنا غتبدا الموسيقى نتمنى تسمعوها من هنا. وهنايا يا حبوباتي منين قربنا لطوكيو قربنا نوصلوا لطوكيو كان باقي شويه الحال وانا نقول المهدي ندوزوا لهذا المول. بالنا واحد المول في الطريق دزنا ليه هكا قلت ندخل الاتش ان دي ام الا لقيت فيها شي تريكويات ديال البرد. كنت محتاجه التريكويات جداد دي كولور جداد وصافي لان اللي عرفتي في الجابون ما كيلبسوش هما الالوان بزاف فكيوصل البرد كتلقى كل شيء تزنقه فيها غير لو غري لو نوار لو بيج لو بلون فكتحس بالغمه. انا حاولت نشري شي لوينات هكا يكونوا زويونين. هاد البيجامات غزالين البنات عندهم. الا كاين حداكم اتش ان ديم غير يوصل البرد دخلوا لهاد البلايص راه فيهم بيجامات فنين كيكونوا مقطنين من الداخل والرخا رخا فريمون رخاص بزاف بحال كيطمات ولا ولكن زبونين صافي. درت واحد الدوره هنايا عجبني حتى هاد البول ولكن المهدي قال لي فيه ديك السنسله ما عجباتوش صافي راه فيها هاد لو نوار وفيها هاد لو غري ودايرين ان سولد البنات باقيين دايرين سولد. انا كنت يسحب لي واش غادي يديروا غير سولد لداكشي اللي داز عليه الوقت بحال داكشي ديال الصيف ولا ديال الربيع فلقيتهم دايرين حتى هاد لي مونطو لي بول هكا ديال الصوفه وكلشي دايرين فيهم سولد فريمون اثمنه فنه. فخديت من هنا غير واحد جوج ديال لي بول ان شاء الله ملي نرجع غادي نوريهم لكم. وهانتوما خليكم معايا في هاد الدوره بحال كتساروا معايا في اتش ان ديم. دايرين السولد حتى في التريكويت بحال مش دايرين غير داكشي ديال الصيف. الله على الوين باين لي من هي كيعجبنا انا هاد الصفر. كل بحالي هذاك الصفر ها هو في البيج وانا عجبني الصفر اكثر.
كنت تقريبا بحال من طنيت في السنة دابا نيت من عندهم راه كبير نيت تعجبوني في القشراتهم هذا ديال الرجال كبار والله العظيم الا عرفت واحد الرخاكين ما فهمت والو انايا واش الساق ب 1400 صافي يا حبوباتي قلت لكم بقيت كندور هكا في المحلات كنشوف شنو اللي غيعجب واش غتعجبني شي حاجه ناخذها واش غير نفوج على راسي نشوف بعويناتي اللي ما شريت نزه فعجبني هذا المحل هذا زويون واحد في واحد لو ستيل ناتوريل كيعتمدوا على داكشي ديال لي بلانط على هذوك العود على وعجبوني بزاف واحد الطبيصلات هنايا عندهم غزالين هادو لي كتقدري تحطي فيهم نيت الماكله ولا ديري فيهم دي فخوي وتحطيهم فوق الطبله ولا زعما زوينين بزاف انا هادشي العود كيحمقني هذا دابا دايرين عليه شي 180 درهم تقريبا ودايرين هاد المسار جاتني بحال دخلت لشي محل كيبيع هادشي ديال المغرب حمقني هادو كيكونوا بحال هكا خشيبات كيكونوا مدورين كتقدري ديرهم في الحمام وكيكون فيهم واحد لاروما كيكون كل وحده فيها لون عجبني عاوتاني هاد لو فاز اللي دايرينو بهذا الشكل كلشي كيعجبني انا راه ما كايناش حاجه اللي ما كتعجبنيش الا بقى هادشي باش ما كنبغيش نخرج نمشي للمحلات كنرجع بسطامي خاوي المهم هادشي راه زوين جاني قلت لك بحال الشكل ديال المغرب هاد هاد لي فيوز وهادشي اللي مخدوم بحال داكشي ديال الصناعه التقليديه اللي عندنا في المغرب المهم درت فيه حتى هو دويره دوزت النهار هنايا وغادي نخليكم مع هاد اللقطات انا فين ما نخرج ندور نمشي نقلب على شي محل ديال ما عندي شوفوا ديال شحال قديمه ديال نيسان محبي الانتيك وكادي تصايبات 1960 وانا شفت كيف بقيت تشعل تقول مولاها ما عمر ما ركب فيها هادو هما الاواني ديال اليابان اللي قلت لكم في الدار عندي شفتي كيفاش كيكونوا هادي بحال نيت اللي عندي تيكونوا بحال مخسرين واحد شويه قلت لكم ولا بحال كان ما تيكونوش مسقولين شكل بحال هكا شويه ناتيرال معوجين شنو اللي كتكون فيهم ديك لافينيسيون بزاف هذا ما فيش انا كل الروز المحل ديال الاساس زوين غير يمكن لا سادين وقيلا الحمد لله لقيناهم باقيين حالين هذا المحل وجيت زعما مع الاخر ديال هاد البروموسيون اللي دايرين هادشي ديال الكريسماس لانه داز فكيديروا فيه واحد التخفيضات زعما زوينه بزاف 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 زعما تقريبا كل شيء من 50 حتى 70% ديال الريدكسيون اللي دايرين فيهم زعما اللي بغى يشري هادشي ديال العام الجاي ولا اللي عنده فين يحط زعما ولا راه هذه هي الفرصه ما كتعوضش شريت من هنايا غير واحد العباد دابا نعاود نوريهم لكم ملي نرجع للدار نقدر نصايب بهم زعما شي دي اي واي ولا وهنايا شوفوا شنو لقيت البلغه المغربيه مكتوبه عليها ميد ان موروكو بلغه كيحماق الجابونيات والجابونيين على البلاغي هذه ديال الترجال كيكونوا هذوك النيت اللي عندنا في المغرب اللي كيكون فيهم الموزون ومزوقين وداكشي حتى هما كيتباعوا هنا وكيتباعوا غاليين هذه دابا
ديري لها 4500 يان زعما 450 درهم باش كيبيعوا ديك البلغه. وهكا يا حبوباتي غادي تكون سال النهار اليوم، سالينا معكم هاد الدويره، نتمنى تكون عجبتكم، ونتمنى تخليوا لي التعاليق ديالكم، نتمنى التشجيع ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله. وهذه يا حبوباتي هما الحوايج اللي شريت في هذه الخريجه. قلت لكم ما عجبني داك اللون الصفر، ولكن المهدي ما عجبوش، قال لي صفر بلا قياس، فوليت خديت هذا اللون. هذا زوينين سخخنين وعندهم هذا الكول هكا، هادشي اللي عجبني فيهم. هما من H&M، راه تلقاهم باقيين كاينين. قلت لكم هذا الكول هكا كيكون طالع وكيكون مجموع زويون وسخيخ، ما كتحتاجي لا الكاشكول ولا حتى شي حاجه، كيكون هكا كتلبسي فوق منه المونطو ولا وصافي، ما كيجيش طويل بزاف. كي قشريت فيه هذا اللون وهذا اللون، حتى هذا البلو كيجي زوين مع الجينات. ولا قلت لكم قصورين ما طوالش بزاف، والكول ديالهم بحال هكا عجبني. لي ديدات ها نتوما كتشوفوا شويه بحال نازل، ماشي المهم حتى نكون لابسه ان شاء الله شي مره ونوري لكم. وهداك المحل اللي كان كيبيع داكشي ديال الكريسماس اللي قلت لكم راه دايرين سولد، خديت من عندهم هادو. هادو نيت ديال الكريسماس دايرين فيهم واحد السولد رائع البنات. شوفوا دابا هادي قداش، خديت هادي وخديت هادو، هادو الصغاورين. هادو بغيت ندير بهم انا شي دي اي واي ان شاء الله، غادي نوري لكم في القناه. فهادي مثلا كلها هاد الباكيه خديتها ب 199، قولي 200 يان هي شي 20 درهم. وهذه ب 30 ب 300 نقول شي 30 درهم. شوفوا قداش، ففريمون فريمون كانت بون افير. نخليهم حتى العام الجاي ان شاء الله ندير بهم هادشي ديال الكريسماس، اولا ندير بهم شي دي اي واي غيجيو زوينين. وشي وحدين فيهم هانتوما راني فين حطيتهم، شوفوا شحال زوينين حتى هما، كيجيو كديرهم في شي فاز ديال الدجاج، غزالين حتى هما. درت هذا على هذا الشكل ديال الطبيله، وصافي. هادو ما كانوا المشتريات يا حبوباتي، نتمنى يعجبوكم. كانوا مشتريات بسيطه جدا ولكن زوينين.